زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الأيام القليلة الماضية إلى بيروت أثارت جدلاً كبيراً في البلاد، وتحديداً بعد إطلاقه تصريحات رفضتها القوى المسيحية، وخصوصاً حينما قال أن أمن لبنان من أمن إيران. ونحن نعتبر بأن أمن لبنان هو أمن إيران. البداية من حزب القوات اللبنانية الذي دعا الحكومة اللبنانية إلى التحرك، معتبراً أنها معادلة خطرة ضد مصلحة لبنان واستقراره وسلامة شعبه وأراضيه. وأشارت القوات إلى أن سكوت الحكومة اللبنانية خيانة، يعني أنها سلمت قرار الدولة الاستراتيجي إلى دولة أجنبية. القوات أكدت أن المواجهة مستمرة ولبنان لن يكون في محور إيران. نموذج أمن غزة من أمن إيران أمامنا، فلا تعيد التجربة. أما الكتائب اللبنانية فاعتبرت مصادرها أن كلام الوزير الإيراني يأتي ضمن سياق السياسة التي تعتمدها طهران في تعاطيها مع لبنان عبر الحزب. وقالت هذه المصادر للشرق الأوسط: موقف الوزير الإيراني يؤكد أن لبنان لا يملك كلمة تجاه ما يجري من أحداث، لأنه هو رهينة في يد الحزب الذي يتلقى بدوره أوامره من إيران، وبالتالي يعتبر أن مصلحة طهران هي أولوية بالنسبة إليه وليس لبنان، مجددة التأكيد على رفض الكتائب ربط الساحة اللبنانية بأي ساحة أخرى وإدخاله بلعبة المحاور. بدوره انتقد المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان زيارة الوزير الإيراني إلى بيروت شكلاً ومضموناً، معتبراً أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت مثل زيارة المالك لملكه، يتصرف بثقة، يصرح فور وصوله إلى المطار قبل لقائه أي مسؤول لبناني، يبلغ وجهة نظر بلاده من بيروت التي يعتبرها صندوق بريد سياسته. على المقلب الآخر، لاقت هذه الزيارة ترحيباً كبيراً من حركة أمل، حيث أوفدت ممثلاً عنها إلى المطار وأعربت عن أهمية هذا الحضور، معتبرة إياه فاعلاً على أكثر من مستوى، متطلعة دائماً إلى مواقف عربية وإسلامية ودولية تنسجم مع حراكها لحماية الشعب الفلسطيني ومقاومته من المجازر والجرائم الصهيونية المتمادية في الزمن لأثارها الكارثية على مستوى العمران والإنسان.